مساء الخير. القاهرة والناس تهنئكم بذكرى تحرير سيناء، كل عام وأنتم بخير. أهلا بكم ونشرة إخبارية جديدة، وإليكم أبرز العناوين. كل عام وتبقى سيناء درة في جبين الوطن. اليونان مسوا حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي. انطلاق المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس. لو مارشي لا كازا أكبر حدث في عالم المعارض. وإليكم تفاصيل النشرة. كل عام وتبقى سيناء درة في جبين الوطن، حيث تحتفل مصر بذكرى 35 لتحرير أرض سيناء الغالية. فقد شهد مثل هذا اليوم عام 1982 رفع علم مصر على كامل أراضيها بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي من سيناء. وبهذه المناسبة قام اللواء أركان حرب محمد رأفت قائد الجيش الثالث الميداني واللواء أحمد حامد محافظ السويس بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بمنطقة عجرود بطريق السويس القاهرة الصحراوي. هذا وانطلقت بالتزامن مع احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية بحضور رئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة 1200 شاب وفتاة من محافظات القناة وسيناء التي شهدت معارك حرب أكتوبر المجيدة. وعرض منظمو المؤتمر فيلما تسجيليا بعنوان غنوة على السمسمية يحكي حضارة وتاريخ الدولة المصرية. ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدى 3 أيام إلى الاستماع لآراء الشباب في مواجهة التحديات واقتراح الحلول في إطار المسؤولية المشتركة للنهوض بالوطن، خاصة وأنه يعقد بمنطقة قناة السويس التي تشهد العديد من المشروعات القومية الضخمة لدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو آفاق التنمية. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوق هذه الأرض الغالية، من على ضفاف قناة السويس الخالدة، وبجوار أرض سيناء المقدسة، وبثقتي المطلقة في عبقرية هذا الوطن وعظمة هذا الشعب وقدرات الشباب المصري المتحمس، أعلن أنا رئيس جمهورية مصر العربية افتتاح المؤتمر الوطني الدوري للشباب الإسماعيلية إبريل 2017، وبقوة شبابها وحماسهم ستحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. مصر حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي، هذا ما أكده الرئيس اليوناني بوراكوبس بافلوبولوس خلال لقائه مع وزير الخارجية سامح شكري عقب المؤتمر الوزاري الأول الذي عقد في أثينا لتدشين منتدى الحضارات القديمة. وقال الرئيس اليوناني أن العالم أصبح يدرك الآن الأهمية القصوى لدعم مصر، وذلك لدورها المحوري في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وحل نزاعات المنطقة. فيما أعرب شكري عن تطلع مصر لاستمرار الدعم اليوناني على مستوى مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية بوجه عام. ومن أثينا إلى نيويورك، حيث أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مقابلة مع شبكة بلومبرج الأمريكية بنيويورك أن مصر سوق مفتوحة للاستثمار، مشيرة إلى جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار من خلال الإطار القانوني والتشريعي وتعديل قانون الشركات للقضاء على البيروقراطية والروتين، مشيرة إلى موافقة الحكومة على تعديل قانون سوق رأس المال لمعالجة العديد من المخاوف فيما يخص حماية حقوق الأقلية من المساهمين. وحول عودة السياحة، قالت وكالة نوفا الإيطالية أن السياحة في مصر مستمرة في الانتعاش، مشيرة إلى ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال مارس الماضي بنسبة أكثر من 48%، أي بما يزيد على 650 ألف سائح، قائلة أن الشهور الأخيرة شهدت عودة تدريجية لرحلات الطيران المباشر إلى شرم الشيخ والأقصر من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، لافتة إلى أن ما يقرب من 100 ألف سائح ألماني توافدوا على مصر في مارس، وهو ما يشير إلى استعادة السياحة الألمانية لمعدلاتها الطبيعية. أكبر حدث في عالم المعارض بمصر، حيث يشهد مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر اتحاد أكبر رائدين في عالم الأثاث على مدى 25 عاما الماضية لإقامة معرض لو مارشي لا كازا للأثاث والديكور في الفترة من 11 وحتى 14 من مايو المقبل.
وذلك بمشاركة كبريات شركة الأثاث والإكسسوار وديكور التي تقدم مجموعة من أقوى العروض وأفضل الخصومات التي تصل إلى 50%. هو دائما أبدا اتحاد أي كيانين عملاقين هو لي نظرة مستقبلية واعدة. أنا بحيي القائمين على معرض لمارشي والقائمين على معرض لكذا إنهم اتحدوا مع بعض وطلعوا لنا بمنتج ومعرض متأكد يبقى معرض عالمي، حجم المعرض، حجم الزوار، حجم الدعاية، كم العارضين وتنوعهم، كيانين كبار اندمجوا مع بعض. ودايما وأبدا احنا بنقول في السوق المصري أو في السوق العالمي التعاون والتكامل أحسن من التنافس والمشاكل. كيان لمارشي باسمه وقوته، وكيان لكذا بخبرته وقوته، يعني هو كيانين عملاقين اندمجوا مع بعض بهدف واحد ورؤية واحدة. هو نجاح المعرض وفائدة للمستهلك المصري أولا وأخيرا. معرض لمارشي لكذا هيتعمل من 11/5 إلى 14/5. احنا بنقول الجمهور المصري والمستهلك المصري وزوار معرض لمارشي لكذا، زوروا هاي بوينت في المعرض، جناح هاي بوينت في معرض لمارشي لكذا مقدم موديلات جديدة تماما وأذواق رفيعة المستوى زي كل سنة، ونفس الوقت عاملين مفاجآت لجمهورنا. جمهور وزوار جناح هاي بوينت في معرض لمارشي لكذا هنديهم خصم حتى 50%. ونقول الزوار معرض لمارشي لو ما رحتش مش هتعرف. نهاية نشرة، إلى اللقاء.